واثق أنهما من مشكلة؟ نعم أبي. وماريا؟ ليست هنا، لكن عندما تصل أخبرها. كيف حال الأعمال؟ بخير أبي. بالمناسبة أظن بما أن فرع البرازيل انطلق بشكل جيد سأبقى في مكسيكو لأدير الشركة من هنا. إن هذا جيد لويس فرناندو. حسنا أبي، سأخرج، نتكلم قريبا. قبل لأمي وأخرى لإخوتي. نعم بني، سلم على الجميع، لا سيما على ماريا، ولنرى متى يأتي حفيد. نعم أبي، أمل عما قريب. إلى اللقاء. هل من خط؟ لا أعرف، بدا غريبا لويس فرناندو، كأنه متوتر. كنت كالمجنونة دكتور، لم أكن أعرف ماذا أفعل. حصل ذلك بعد مغادرة العيادة، كنت أشد مضطربة، وأيضا كنت بعيدة عن هذه الدنيا، كنت يائسة عمياء. ودون أن أدري بسرعة قدمته لتلك المرأة. لكن أين حصل ذلك؟ أين؟ حصل في الحديقة. أتعرفينها؟ لا لا، لكني أعرف أين تقع. تلك المرأة كانت تبيع الحلوى في الحديقة، وكان معها سلة وضعتها قربها. دكتور، أحتاج أن أجدها، من الضروري أن أبحث عنها لكي تعيد لي طفلي فرناندو. أيهمك أن تعملي أم لا؟ بصراحة نعم عرابتي، فمنذ أن عدت من السفر وأنا مفلسة. إن الحضانة بالنسبة لي لا شيء، إنها أشبه بي. يعمل الإنسان ما يستطيع بينيلوبي، إن لم يكن لديك تحصيل علمي كاف لتتقدمي لوظيفة أو أن تعملي بمصرف يناسبك. على الأقل هل يدفعون؟ معاملة حسنة وراتب معقول، لأن هذه العائلة مشهورة دائما بحسن معاملة الموظفين. أظن أن هذا يناسبك بينيلوبي. حسنا، دعيني أفكر عرابتي، وإن قررت سوف أزورك. هل لي أن أرى زوجتي دكتور؟ نعم سيد دلافيغا، هي في غرفتها الآن، أخذك إليها حالا، اتبعني أرجوك. يا رب ساعدني على إيجاد طفلي الوحيد، ساعدني. لويس فرناندو، لويس فرناندو. سامحيني ماريا. لويس فرناندو، أنا ما خنتك اليوم أبدا. أعرف حبيبتي، أعرف، لم أكن أقدر على ذلك، فأنا لا أجيد الخيانة، لا سيما مع من أحب. تصرفت كما أريد، وفهمت أنني أسأت الفهم والتقدير، أنا سوء تفاهم، سامحيني. لويس فرناندو، أنت حبي الوحيد. سامحيني ماريا، انسى كل شيء، وكأن شيئا لم يحصل، وكأن سوء التفاهم لم يقع بيننا يوما أبدا أبدا. حاولي ارتداء ثياب أقل إغراء بينيلوبي. هذا أيضا عرابتي. أقصد ارتديه في أيام عطلتك، لأنك هنا سترتدين زيا مثلنا جميعا. بصراحة لا أهتم لهذا أبدا عرابتي. إذن لا يمكنك أن تبقي. ما يجذبني هنا هو الراتب. يدفعون جيدا ونأكل كل شيء، ليس كالمنازل الأخرى حيث يتقشفون على الخدم بالطعام والماء والضوء. عليك أن تقرري. حسنا عرابتي، سأبقى وأعمل. حسبت أنك لم تفهم أبدا، وأنك ستطلقني وتبتعد عني نهائيا. انتهى كل شيء، وأنا الآن إلى جانبك إلى الأبد. لكن ماذا عن عملك في البرازيل؟ كل شيء بخير، سأطلب إرسال أغراضي
لأنني لن أرحل مجددا عن مكسيكو. لويس فرناندو هو ابنك. لا تقلق يا حبيبتي، قريبا سنعيده. لا تخافي من شيء حبيبتي، ستتعافين قريبا وسوف نجد ولدنا وسننسى الماضي الأليم كي نسعد كليا هذه المرة. سنعتبر أن الله جعلنا نمر بهذا كتجربة لحبنا. بالمناسبة حبنا انتصر في النهاية. الاحترام مطلوب، ولا تتوددي كثيرا إلى السيد لويس فرناندو. أتقصدين أنه لا يمكنني حتى أن أكلمه؟ بلى تكلمينه، لكن بصفته سيد المنزل وليس كشخص عادي، مفهوم؟ نعم الرابتي، نعم أعرف أعرف. علي أن أكون خاضعة كما كنت أنت دائما. اتفقنا، لا تقلقي فلن أنسى. سأوضح لك، إن لم يناسبني الوضع ففي أول فرصة سانحة سأتركه وأعود إلى نيويورك. يا له من طفل وسيم لدينا. أكاد لا أصدق، هذا الصغير لم يكن لديه شيء منذ أيام، والآن انظروا إلى كل ما لديه، بدءاً بالمهد الذي قدمته له تونيا. يا رجل، والجيران تعاونوا بشكل رائع، جميعهم قدموا شيئاً. هذا الطفل كان محظوظاً. تبارك اسم الله. ألم تري والدته مجدداً أكريبينا؟ لا فيراكروز، يبدو أن الأرض ابتلعتها. حسناً، أنا لا أريد رؤيتها، لكن آمل أن أجدها. أغريبينا، كلما تتكلمين عنها تصبحين كئيبة. عندما تخف حماستكم ماذا أفعل بالطفل وحدي؟ من جهتي أنا على الأقل لن أتعب. سأتعب أنا من طفلي بالمعمودية؟ لا لا أغريبينا، مستحيل. أنا لا أقدر على تربيته بمفردي. وماذا إن اكتشفته أمه ذات يوم؟ نخفي نانديتو ولا نعيده مقابل أي شيء. نهار الاثنين في الصباح الباكر تأتينا مع أغراضك إلى هنا. اطمئني عربتي، إلى الاثنين. إلى الاثنين بينيلوبي. تبدو قريبتك جريئة جدا لوبي. أكثر منك كارلوتا. لا أعرف لما تستخدمينها ما دمنا نحن نكفي هنا. طبعا بما أنها قريبتك. إن بينيلوبي ستأتي إلى هنا كحاضنة لابن ماريا وأيضاً السيد لويس فرناندو ليس أكثر. هذا انذار، وأنا أشك، لأن ذلك الطفل لابد أن ماريا ابنة الحي قد رمته وبالتأكيد في النفايات، وربما قد باعت. ابني، طفلي، طفلي. قال يا إجادو، قال يا إجادو، وسأبحث عن تلك المرأة بالذات. حضري المائدة بينيلوبي. لكن عربتي، وظيفة الاهتمام بالطفل عندما يجلبونه. في هذه الأثناء عليك القيام بشيء لتستحق راتبك. لنرى، هيا حضري المائدة. ماشي. لا لا، ليس هكذا، غير معقول. لا تقسي عليها لوبي، مع الوقت تتعلم. عربتي تحسبني غبية، وأنا أريدها أن تتعلم بسرعة. كفى لوبي، لا توبخي. أريد للجميع أن يشعر بالسعادة في هذا المنزل، لا سيما عندما تعود ماريا. إن كان هذا ما تريده فأنا فرحة. أكملي عملك، لنذهب إلى غرفة الجلوس. وماريا؟ أفضل بكثير، المشكلة الآن هي ابننا. لكن كيف لم يجدوه بعد؟ والأسوأ أن ماريا تفكر به دائما، لسوء الحظ أنهم أخذوه منها أو مات. هي لا تعرف ماذا فعلت به. وإن لم يظهر سيدي، حتما سوف تصاب المسكينة باليأس والجنون.
لا تعير أهمية كبرى لعرابتك لأنها مزعجة كثيرا. هنا جميعنا نحترس منها دائما لأنها الأقدم، هي تأمرنا. آمل أن يأتي ذلك الطفل قريبا لأن هذه الأمور لا تعجبني. أشك أن يأتي هذا الطفل، وماريا ابنة الحي أيضا، هي في مصح عقلي، مجنونة. ماريا ابنة الحي؟ أجل، التي تزوجت بسيد لويس فرناندو. إنها قصة رهيبة، سوف أخبرك إياها ذات يوم. أخبريني إياها الآن. متأكدة؟ وإن جاءت لوبيه؟